الكلام اللي ظهر بالفيديو كان مع واحدة من الكوتا بصراحة. خلينا نشوف الفيديو أنا وأنت والمشاهدين شلون يتم التلاعب بنتائج الاقتراع الخاص بالنسبة مع المفوضية بالنسبة للسياسيين. نشاهد. تفضل. هلا. اي هلا اخوي. اكيد هي مقابل مبلغ. يعني زين طبعا. عندك مثلا تحديد شيء لو لا؟ يعني انت اذا وافقتي من حيث المبدا راح يقولوا لي ايش قد الموضوع. خير ان شاء الله. فاذا هذا لازم تنطوني خبر حتى يعني. نعم. باوتشر ايش اذا من حيث المبدا توافقون حتى اقول لهم يابا من حيث المبدا موافقين. خير ان شاء الله. ممنونه شاء منك ابو عبد الله. تسلم. هلا عيني. هلا عيني. زين اقول لك هذول الولد بعدهم لحد الان بالعدو الفرز. ليكون انا فايزه زين انا شنو اللي يضمن لي انا مو فايزه؟ اذا الموجودين بالعدو الفرز شوف ايش قد اخر شيء لك راح تعرفي. زين هاي وحده. هزت حاكيت انا وابو اوس المبلغ اللي يريدوش قد ما بلغوني الا يجون بالش اسمه يعني وجه لوجه انا بالتليفون يسولف ما احكي. يعني قصدي الترتيب يعني ترتيبهم شلون ترتيبهم مع المفوضيه. هذا انا اريد اعرفه يعني. انا هسه ولدي يجوني باكر ينطوا هذا واتصل بك. قصدك هي المفوضيه لو يجيبوا لك النتيجه؟ ناس بالمفوضيه. انا لان هسه اتصلت عليهم بعدهم بالمفوضيه فقام ليكون انت فايزه اصلا يعني. لا ما بس شيكي شوف ايش قد اخر شيء وبعدين تعرفين الحقيقه. اذا حسب الكلام والفيديو اللي ظهر هناك ترتيب مع المفوضيه حسب كلام صهيب الراوي يقول اكو ترتيب مع المفوضيه مقابل مبالغ لتعديل اصوات للناخبين الخاسرين. نعم استاذ مؤيد. نعم أنا قبل أن أشاهد الفيديو وأنا أول مرة أشاهده ذكرت في الفقرة الأخيرة أنه عمليات التغيير ستجري على الكوتا. تمام؟ نعم. وبالفعل سنجد هناك أسماء تتغير وتصعد أسماء نساء مكان شخوص حصلوا على مقاعد معينة. هذه الثغرة في القانون المفوضية الانتخابات وهناك بعض الأمور اللي تتقاطع مع فقرات دستورية أخرى. نعم لربما تركت ثغرة معينة في هذه الجزئية. هذا الفيديو اتهام واضح وصريح قال من المفوضية جماعة من المفوضية هذا اتهام واضح بأن المفوضية تتلاعب بأصوات الفائزين.